يعود إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد، إذا ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستقدم التعزيزات العسكرية وتقوم بقصف المنزل المستهدف والمنازل المجاورة وتمنع طواقم الإسعاف من الدخول لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء. نعم، كما تشاهدون الآن وصلت الجرافات العسكرية الإسرائيلية إلى هذه المنطقة في محيط حرش السعادة الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية تصل إلى هذا الموقع مع استمرار هذا الاقتحام. جرافات عسكرية إسرائيلية تقتحم الآن هذه المنطقة، والمزيد من ناقلات الجنود تصل إلى محيط حرش السعادة في مدينة جنين مع استمرار محاصرة هذه المنطقة بشكل كامل من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والانفجارات عمليا لا تتوقف في محيط المنزل الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة تحديدا، مع الدفع بمزيد من الجرافات العسكرية. ونستمع لإطلاق نار من منطقة مخيم جنين، تحديدا من منطقة حي الهدف في محيط مخيم جنين. إذا هذه الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي تتجه إلى محيط المنزل الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش السعادة، وما زلنا حتى الآن نستمع إطلاق نار أيضا في محيط هذا المنزل. في حصيلة أولية عدد الشهداء خلال هذا الاقتحام نتيجة للقصف على مخيم جنين وإطلاق نار على مواطنين على أسطح منازلهم في هذه المنطقة، 5 شهداء وإصابتان في حالة بالغة الخطورة. من بين الشهداء أب كان على سطح منزله يشاهد ما الذي يجري في هذا الحي، فاستهدفه قناص من جيش الاحتلال وأصابه بشكل مباشر، ثم أطلق النار على ابنه عندما حاول سحب أبيه وأصيب ابنه بجروح خطيرة برصاص قناص. نستمع إطلاق النار الآن في محيط المنزل. إذن إطلاق النار لا يتوقف حتى بعد قصف المنزل بعشرات القذائف المحمولة على الكتف، وجرافات جيش الاحتلال الآن هي في طريقها إلى هذا المنزل، وقد تقوم بعملية هدم لهذا المنزل بعد قصفه، مع أن جيش الاحتلال ما زال يحاصر هذه المنطقة بشكل كامل ويغلق الطرق، يمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى المنطقة التي يحاصر فيها هذا المنزل. المزيد من التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى مدينة جنين في هذه الأثناء، تخرج من اتجاهين، من منطقة حاجز الجلمة شمال مدينة جنين وحاجز سالم غرب مدينة جنين. انفجار مرة أخرى الآن، إذا مرة أخرى انفجار على ما يبدو أنه قصف مرة أخرى بقذيفة لهذا المنزل الذي تحاصره قوات الاحتلال في حرش السعادة في مدينة جنين، وإطلاق النار لا يتوقف مع وصول التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إلى هذا الحي. الشهداء الذين تم نقلهم إلى المستشفيات هم كلهم ليسوا من هذه المنطقة، 4 شهداء من داخل مخيم جنين قصفتهم طائرة مسيرة إسرائيلية في مرة أخرى إطلاق قذيفة على المنزل. 4 شهداء تم نقلهم من مخيم جنين نتيجة لقصف بطائرة مسيرة، والشهيد الخامس من منطقة مقابلة لحرش السعادة استهدفه قناص على سطح منزله، وهو أب عمره 55 عاما، كما أصيب ابنه خلال محاولة سحبه عن سطح المنزل. يشاهد إطلاق النار باتجاه المنزل في هذه الأثناء. إذن إطلاق النار باتجاه المنزل. من كل المناطق المحيطة بهذا المنزل يتعرض المنزل قصف مرة أخرى. إطلاق قذيفة الآن على هذا المنزل منذ 3 ساعات تقريبا،
وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب هذا المنزل بالقذائف المحمولة على الكتف وإطلاق كثيف للنيران باتجاه هذا المنزل. وحتى الآن لا أحد يعرف من بداخل المنزل أو حتى عدد من هم بداخل المنزل، وطواقم الإسعاف لا تستطيع أبدا الاقتراب، ولا حتى الدفاع المدني الذي وصلت مناشدات من المنازل المحيطة بهذا المنزل للدفاع المدني والإسعاف، للدفاع المدني لإخماد النيران التي اشتعلت في المنزل وللإسعاف لنقل إصابات من محيط هذا المنزل، لكن لا أحد يستطيع منهم الاقتراب لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، فرض طوقا أمنيا شاملا على هذه المنطقة ويمنع أي أحد من الاقتراب من هذا الحي بالقرب من حرش السعادة في مدينة جنين، مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المدينة. اشتباكات مسلحة اندلعت مع مقاتلين فلسطينيين يستهدفون آليات جيش الاحتلال بالرصاص من أكثر من منطقة خلال هذا الاقتحام، وعدد الشهداء الذي تحدثت عنه وزارة الصحة الفلسطينية نؤكد أنهم جميعهم ليسوا من المنطقة التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يرجح أن هناك عدد آخر من الإصابات أو ربما الشهداء في هذا المنزل الذي دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات باتجاهه والجرافات العسكرية التي قد تقوم بهدمه في أي لحظة، وهذا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة عند محاصرة أي منزل في الضفة الغربية وإطلاق النار عليه وقصفه بالقذائف، بعد ذلك في كل مرة كانت تقوم بهدم المنزل بالجرافات العسكرية على من فيه إن كان بداخله أحد. حتى الآن لا يمكن التأكد ممن بداخل هذا المنزل أو عددهم، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر المنطقة بشكل كامل لم يخلي هذه المنطقة حتى بعد قصف المنزل بعشرات القذائف المحمولة على الكتف. هنادي، شكرا لك عميد شحادي مراسل التلفزيون العربي من جنين، وسنعود إليك في سياق هذه التغطية لمواكبة كافة التطورات من جنين.